رانا التوانسة كل يد في اليد مع بعضنا، الأبطال أبناء تونس البررة، فما شكون استشهد، فما جرحى، فما اللي مواصلين. نكونوا مسؤولين في رئاسة الجمهورية، نكونوا مسؤولين في الحكومة، نكونوا نواب شعب، نكونوا مسؤولين في الإطارات الجهوية، نكونوا على الميدان من المؤسسة العسكرية، من الحرس الرئاسي، من المؤسسة من الأمن، وإلا من الحرس الوطني. بنات تونس وأبنائها كنا مش نواصلوا إلى الأمام في مقاومة الإرهاب، في مقاومة الفساد، في بناء تونس الجديدة، حتى يكون مستقبل تونس أفضل من حاضرها، وحتى نسلموا الأجيال القادمة تونس كما حلمنا بها وكما حملوا بها كما حلموا بها الأجيال المتعاقبة. اليوم وزارة الصحة مع الهيئة العامة لشهداء والجرحى والمقاومين هنا في المركب الاستشفائي بجبل وسط بمبادرة ديوان المياه المعدنية اللي هو تحت إشراف وزارة الصحة، قمنا بعملية رعاية نفسية ورعاية صحية مش تتواصل على مدى أسبوع لمجموعة متاع 15 من أبطالنا، مش يتواصل تنشيط ثقافي، مش يتواصل ترفيه، والعملية دي مش نواصلوا فيها تباعا. وهذا هذه هي المعاني النبيلة لتونس الجديدة، هذه اللي نحبوا نرسخوه. ماناش مش نهبطوا يدينا أمام الإرهاب، مش نواصلوا إلى الأمام، نقاوموه ونرعاو الجرحى ونرعاو عائلات الشهداء، ونقوموا بعمليات استباقية، وتونس باستمرار إن شاء الله إلى الأمام وإلى الأفضل. فيصل جمالي سيدي بوزيد، في عملية جبل سمامة 2014 أحدث الطيارة، والحمد لله وهذا كوجبنا، ولازمنا نخدموا بلادنا وما نخلوهاش حتى واحد، وبدمنا نفدوها وعمرنا نعطوها. الحمد لله الحمد لله، ما عملناش مزية على بلادنا، هذا كواجبنا، واللي قاموا به معناها بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة، وشفنا كل العناية والرعاية جيدة. الحمد لله الحمد لله، فمش واحد في تونس مش الحمد لله. الحمد لله ما دام نخدموا في البلاد ونخدموا في الوطن ونخدموا في رايه الحرس الوطني ديما لاباس. به المبادره هي كانت الحقيقه مبادره بالشراكه مع ديوان المياه المعدنيه، كانت الفكره نتاعنا، واحنا قدمناها لديوان المياه المعدنيه اللي حقيقه كانوا مشكورين، مشاو معنا من اول ما كلمناهم. اليوم شنو معناها احنا في العلاج؟ كما تعرفوا العلاج هما حتى المؤسسات نتاعهم، خاصة الأمنيين والعسكريين والأمن الرئاسي، هما يتكفلوا بهم في العلاج، وفي اون بارتي احنا زادا نتكفلوا بهم في العلاج. احنا اليوم نخدموا على الجانب النفسي، خاصة كما تعرفوا اللي النقطة الأولى من وثيقة قرطاج هي الإحاطة والعناية، خاصة بالجانب النفسي لجرحى الإرهاب وضحايا العمليات الإرهابية من أولي حق الشهداء والجرحى. دونك احنا في البرنامج هذايا في النقطة هذيا بدينا البرنامج نتاعنا اليوم، عطينا إشارة انطلاق البرنامج هذا اللي باش يتعمم على جميع الجرحى اللي عددهم 398 جريح. الإرهاب إرهاب إرهاب فقط 398 جريح، وعندنا 169 شهيد في العمليات الإرهابية، إن شاء الله ربي يشفيهم الجرحى والله يرحم الشهداء. اليوم ما هيش من الإجراءات الاستثنائية، هما هذوما اللي متضررين من العمليات الإرهابية من أبنائنا من الجيش والأمن والحرس. طبيعة عندهم قانون يحميهم وعندهم إجراءات قاعدين يقوموا بها لفائدتهم كل يوم، أما اليوم حابين نقولوا أنه راهو ماناش نتفكروا فيهم في المواسم، وماناش قاعدين عند الأحكام القانونية برك. اليوم كل ما تواتي فما إمكانية باش نذكروهم وباش نذكروا باللي عملوه على خاطر تونس، إلا ونقوموا بمبادرة كما اللي ريتوها اليوم، هو أكثر منه هو تشجيع لهم واعتراف بالجميل اللي قدموه لتونس، ودليل آخر على أنه الحكومة سيد رئيس الحكومة يتابع فيهم عن كثب، واقف معاهم
والرعايه هذه ما هي الا رعايه صحيه. نحب نشجعوا زملائهم اليوم توا الموجودين بارتو في تونس، نحب نشجعوهم باش نقولوا لهم اللي راهي تونس ما تنساش اولادها من الجرحى والشهداء، وكل ما قدموه هو تاج على روسنا واحنا ديما معاهم. وتبارك الله عليهم ريتوهم اليوم معنوياتهم الكل مرتفعه، قادرين باش يرجعوا مره اخرى ويلبسوا التوني مره اخرى ويقاوموا ويحميوا تونس مره اخرى. وهذا هو الميساج اللي نحب نعطيه لكل اعداء تونس، اولاد تونس كلهم قاعدين والحكومه رايعتهم وهذه بلادهم وربي يحمي تونس.